السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل على حلقات فورمول بيوجي. تمام، نخش بقى على طول عشان ما نطولش في الحلقة. المرة اللي فاتت بعد ما خلصنا الضربات اللي هي بالشكل ده كده من الزاوية الشمال والزاوية اليمين، النهاردة ان شاء الله هنكمل من اخر جزئية. بعد ما لمينا، بعد ما عملنا الثلاث مرات وضربنا وعملنا بالشكل ده كده، كنا واقفين اخر وقفة خلاص لمينا ايدينا واقفين بالشكل ده كده الاثنين في الجنب. تمام، هنبدأ بقى على طول من غير مراجعة بالشكل ده كده. ايدك الشمال هتطلع على شكل كأنك عامل ايه، افعى بالشكل ده كده، يعني هي مش تطلع على مقلوبة كده، لا هتطلع كده وهتخش من المركز بتاعك، يعني هتيجي مش هتعملها مرة واحدة كده، لا هتيجي كده من المنتصف وتقوم طالع ضارب الضربة بالشكل ده كده، يعني ايه اعلى من مستوى الراس بشوية، يعني مش ضربة لتحت كده، لا بالشكل ده كده اهو. تاني ايدك هتيجي من هنا وتضرب واحد، هتطلع التانية من تحتها، اتنين، التالتة اهي، تلاتة، هتطلع بالرابعة هتلم بقى ايدك هنا، يعني هتعملها اربع مرات سهلة ومش محتاجة اي صعوبة. تاني اهو هتطلع من هنا اهو من المركز، واحد، اتنين، تلاتة، يعني لاحظ كده هي بتيجي من تحت منها ودي بتلم. تاني الجزئية دي اهو، دي ضربت اهو واحد، دي هتطلع من تحت منها اهو، اتنين، تلاتة، اربعة، ودي هتلم في الرابعة، دي هتلمها من هنا. تمام، بعد ما خلصنا الاربعة دول رجلك هنا هتروح زاوية صغيرة، يعني مش جون ما بالكامل ولا هي امامي بالكامل، زاوية صغيرة جدا بالشكل ده كده، حركة صغيرة. تمام، كأنك واقف وقفة جانبية لكن وسطك كده، لكن رجليك زاوية صغيرة. تمام، بعد ما خلصنا ودي كانت في الجنب ودي كانت رابع مرة بالشكل ده كده فوق، هتبدأ تقرب ايدك من هنا كده وتقوم جاي عاملها كده بالشكل ده كأنك ضارب ضربة كده بالشكل ده. تاني نعيد الحتة دي اهو، كانت رجليك امامي وايدك الرابع مرة كنت عاملها بالشكل ده كده، هتدي زاوية صغيرة كده لكن وسطك هيلف وايدك هتنزل من هنا بالشكل ده كده كأنك بتصد حاجة جاية بالشكل ده كده. تمام، من هنا بقى هتبدأ ايدك تروح كده بالشكل ده، خدناها يعني مش محتاجة صعوبة، هنا احنا عارفين الطريقة دي. تمام، بعد كده هتقوم نازلة بالشكل ده ودي هتضرب الضربة وهتعمل الدوران وهتلم. تمام، يبقى نعيد الجزئية دي تاني اهو، ايدك الشمال هتطلع الاول، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، عملت الرابعة هتدي زاوية صغيرة، دي هتنزل هتيجي بالشكل ده كده اهو، يبقى هنا اهو عملت كده، هتيجي تلف وسطك تاني، رجلك على قدام بس وسطك ووشك للناحية دي، بعد كده هتيجي لقدام بالشكل ده كده، ايدك هتطلع ودي هتلم هتعمل الدوران وهتسحب. تمام، هنكمل بقى من هنا من مطرح ما وقفنا في الجزئية دي، هنكرر بقى الناحية التانية، يعني احنا بدأنا بالايد الشمال كده وضربت وعملت الاربع مرات ونهت باليمين، المرة دي هنبدأ بقى باليمين مش هنبدأ بالشمال. تمام، بالشكل ده كده ايدك اليمين هتخش، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. تمام، هنا خلصت اهو بالشمال، بعد ما خلصت وايدك دي اتلمت هنا هتدي برضو زاوية صغيرة كده وهتيجي ايدك من هنا كده، اول ما توصل كأنك ضارب ضربة بالشكل ده كده، احنا قلنا مش هنتكلم في الاسماء دلوقتي. تمام، من هنا بقى كده هتقوم رايح بايدك ضارب الناحية التانية ونازل بايدك لتحت هنا وهتطلع بايدك التانية لفوق كده وهتعمل الدوران وهتلم وتسحب. يبقى هي دي الجزئية بتاعت حلقة النهاردة، بس احنا كده ايه عشان الحاجات دي خدنا منها حاجات واوضاع قبل كده فمش محتاجة ان احنا نطول في الشرح، هناخدها بقى مرة واحدة من اول ما بدأنا الحلقة. تمام، بس بالبطيء برضه عشان ما تتلخبطوش. تمام، هي الجزئية بسيطة مش محتاجة صعوبة ولا شرح، وخدنا شبهها في أول الفورم فمش محتاجة صعوبة. تمام، وبكده انتهت حلقة النهاردة، تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، وشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.